على سلامة الرسول. أهلا وسهلا بكم في مطار الدوحة الدولي، حيث أن التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 5 صباحا و50 دقيقة. درجة الحرارة الخارجية 20 درجة مئوية. لسلامتكم الرجاء من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم يعني توقف الطائرة نهائيا، كما نرجو من حضراتكم أخذ جميع متعتكم قبل مغادرة الطائرة. حضرة المسافرين متابعين رحلاتهم لجهات أخرى وبحوزتهم بطاقات الصوت، الرجاء من الطاقة إلى بوابة المغادرة. أما حضرة المسافرين الذين ليس لديهم بطاقات الصوت، الرجاء من الوصول إلى قاعات تحويلات الرحلات. تنسى الخطوط الجوية القطرية للنزول هنا في الدوحة في فندق الفور سيزن. بالنيابة عن خطوط الجوية القطرية وقائد الطائرة كابتن جومان وبقدر رفقتكم الضيوف ونملكم تكونوا استمتعتم معنا برحلتكم اليوم. نشكركم لاختياركم سفر خطوط الجوية القطرية. شكرا وطاب صباحكم. Ladies and gentlemen, welcome to the state of Qatar, which is London Doha International Airport. For the local time is 10 minutes to 6 o'clock in the morning and the outside temperature is 20 degrees Celsius. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your personal belongings with you. Customers requiring boarding passes for their onward connections are requested to coordinate.